سكت حتندم ولو اتكلم حتألم أنا لو سكت حتندم ولو اتكلم حتألم طب اسكت لا لا حتكلم ايه الساعة 8 ابتهال ابتهال اصحي الساعة 8 يا ابتهال ايه ماما ما صحتناش راحت عليها نوم اصحي عشان نروح نصحيها بنتي نامي انتي نسيتي اللي احنا عيانين عيانين بس ماما امبارح قالت ان احنا عندنا امتحان فلازم نروح اصحي يلا نروح نصحيها لازمين طب روحي صحيها وقولي لها ليه راحت لا اصحي وارجعي صحيها معلش اصحي انا عايزه انام انام امبارح متأخر ايه حاضر ايه ده فين؟ بابا 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 يا بابا بابا ماما مش موجوده في البيت ايه ماما مش موجوده مش لاقيها في ايه ماما مش موجوده في البيت مش فاهمه في المطبخ يا بابا قوم دور معانا يا بابا طيب طيب استنى ما تكونش عند دكتور سميحه يا رب تلاقيها اسكت يا ماما تنامي ايه يا ربي يوه انا نسيت ان هم مسافرين دول يا ربي ما راحت فين دي حبيبتي ابوكي هات رجلك اليمين ايوه زقي بقى زقي يا حبيبتي زقي رجلك بتاع ده ضيق كده ليه امك بتلبسولك ازاي ضيق ضيق وكمان مش شقلوب مش شقلوب يا حبيبتي لازم مش العلامه تكون لورا يا ماما البسي خلينا انا متاخر على الشغل البسي بس البسي مش مهم بيتي دعاء نعم يا ماما البسي اختك اللي بالشراب ده يلا يا ماما شيلي شويه انا متاخر يلا هاتي بسرعه هاتي يلا يا حبيبتي البسي بقى يا بابا والله زيت وحشتيني زيت صفيه سرحانه في ايه وحشتيني قوي انت كمان وحشتيني قوي اتغيرتي حبتين يعني حبتين بس ده انت قلبك ابيض انت كمان اتغيرتي خالص ربربتي على الاخر اجيب ايه حضرتك شكرا وبعدين ايه البتاع اللي انت لابساه فوق دماغك ده انت رايحه تعومي مش معقول يا صفيه مش معقول انت كل ما تشوفيني تقعدي تبكتيني على نفسي كده انت كمان اتغيرتي انا عارفه وايه بقى اللي جابكوا اسكندريه جايين تشتوا ولا ايه
انا جايه لوحدي. ليه؟ خير؟ في حاجه حصلت؟ انا وعبد المجيد امبارح ضبنا خناق الرب السما. بص بصراحه جبت له القديم والجديد كله، مش عارفه عملت كده ازاي، جبت الجبروت ده كله منين مش عارفه. طبعا ما نمتش طول الليل، لقيت نفسي الصبح صحيت مش طايقه البيت ولا عبد المجيد. المهم لبست ونزلت، وبعد ما نزلت ما بقتش عارفه اروح فين. عارفه اني لو رحت عند ماما هتفضل ورايا لما غايه لما تعرف ايه اللي حصل بالظبط، عبد المجيد هيجي هيحشرها بينا وكالعاده هتاخد صفه. لقيت نفسي جاي على عينها صفية، ماليش حد غيرك. أنا ماليش غيرك يا صفية. أنا آسفة إنك كنت عليكي. أنا آسفة، أنا اللي ما بقاش ليا غيرك يا زين. ليه؟ عزيز حصل له حاجة؟ لا بعد الشر. أمال في إيه؟ عزيز ركبه المرض، جاله الضغط، جاله السكر. من آخر مرة تعذب فيها في المعتقل لما أخدوه، أما راح يتظاهر مع أهالي الضحايا اللي عيالهم وقعوا في المجاري في العيد. أيوه بس بعد الموت طبعاً بسبب نشاطه السياسي فصلني من شركة الكروم. طبعاً أنا ما سكتش، رحت رفعت عليهم قضية، بس المحامي قال لي قدامك سنين قبل ما تاخدي حكم، واكيد مش هاخد معاهم حق ولا باطل. اشتغلت مدرسة وجالي سفرية السعودية، بس عزيز مش موافق، مع اننا محتاجين السفرية دي جدا، مش بس عشان الفلوس وطلبات العيال ما بتخلص. عزيز لازم يبعد عن هنا يا زهد، مش هيسيبوه لما يخلصوا عليه. خلاص ما بقاش زي الاول. يعني عليك يا صفية. عليك بإيدي كله، بس انا ما بلومش على عزيز. انا عارفه انه الفساد للركب، بس انت عارفه كله بيقع على دماغي انا في الاخر ودماغ العيال. وانا اللي كنت جايلك كنت فاكره ان عندي هم وقت لما سيبك انت، دي اجمل حاجه عملتيها. يلا نروح، ده عزيز هينبسط قوي لما يشوفه، ولازم تشوف الولاد دول بقوا طول يا زهد. وانا اللي مش عاجبني حالي وجايه من مصر لحد هنا عشان اشتكي. صحيح اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاوته. معلش يا زيت، اصل انا بدخل على طول اغير هدومي. انت واقفه كده ليه؟ لا ما تفرحي كده يا زيت، طلع بتاع الفنافوخ ده. ما مالكيش دعوه بيه، اصل مش عامله شعري. انا هعمل لك كوبايه شاي معايا. ماشي. انت عارفه ان عصام جاي بكره؟ عصام مين؟ عصام مين ايه؟ اخويا يا زيت. تصدقي نسيت. وهيقعد على طول ولا اجازه؟ والله مش عارفه، هو خلص الماجستير. انا بيني وبينك نفسي يقعد بقى. انا كمان حسن وحشني قوي، ما شفتوش من ساعة ما بابا مات. يلا خش عشان تلحق دروسك بقى. زيت. ازيك يا عزيز؟ ازيك عاملة ايه؟ تعالى سلمي على طنط زيت. ازيك يا حبيبتي؟
معاك. ازيك؟ ده الولاد كبروا خالص. انت عامله ايه؟ اتفضلي. انا الحمد لله. جيتي امتى؟ لسه من شويه كده يعني. اتغيرت يا زيد. وانت كمان اتغيرت. لا انا شفت بس. فلوس الدرس يا بابا. هتلاقيهم عندك في الدور يا حبيبي. وانا كمان ما اتغيرتش، انا اتخنت شويه بس يعني شويه كده. مش قوي. بابا هو فين فلوس درس البيانو؟ هتلاقيهم يا ماما. ماما هي بنتك تاخد بيانو؟ اه. ما شاء الله. وايه اخبار عبد المجيد والولاد؟ كويس الحمد لله، والولاد كويسين. مش معاك ليه؟ اصل انا جيت على غفله كده و انت عامل ايه؟ صفصف ما حكيتليش على كل حاجه من طقطق. السلام عليكم. لا حكيت لي طبعا بس قلت اسمعها منك برضو. هعدي على صفيه برضو؟ لا طبعا. ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ عملت لك كوبايه شاي. تسلم ايديكي. شفت المفاجاه الحلوه دي؟ ده كانت غريبه ما جاي. لا انا لقيتها بتكلمني الصبح. كام معلقه؟ لا لا ما تحطيش السكر، انا عامله جيم اصلا. انا اتخنت صفيه اتخنت. نورت اسكندريه يا زيد. كنت وحشاني والله. وانتوا كمان كنت وحشاني. يلا بقى يا ماما انا رايحه كده فوق، وبعد كده هروح على درس البيانو. انت هتروحوا كده بلبس المدرسه؟ هنغير فوق عند تيتا. طيب خلاص ما تاخروش، وانت تخلصي درس البيانو وترجعي على طول، عندك امتحانات نص سنه. حاضر. اتفضلي. قولي تيتا ما تنامش، هطلع لها بعد الغدا. حاضر. العيال كبرت. العيال كبرت قوي. ايه ده انت هتعمل ايه؟ فاضل لك سيجارتين بس النهارده، واحدة تشربها بعد الغدا وواحدة قبل ما تنام. طب ما تزوديهم واحدة كمان النهاردة عشان نحتفل بذات. والنبي لو عندنا رئيس الجمهورية شخصيا. رئيس الجمهورية؟ طب صدق بقى انت سديت نفسي، بتاخد علبة السجاير كلها اهي. طب خلاص ما تزعلش ما تزعلش، خلاص عشان خاطر زيت امسك. بس بشرط بقى تاخد الدواء. وكل يوم دواء كل يوم دواء. وانت كل يوم تنسى الدواء كل يوم تنسى الدواء. معلمين الأدب. يلا. شاطر. ربع ساعة والأكل هيكون جاهز. نورتينا يا زيت. يلا بنات يلا ابتهال. امكم سايبه لكم بقى اكل ايه؟ تشكر برضو. يلا كله. بابا. ايه يا حبيبتي؟ هو احنا مش هنشوف ماما تاني؟ لا ان شاء الله هنشوفها يا حبيبتي. طب بابا هو انت ليه ما دورتش عليها عند تيتا؟ هي يمكن كانت هناك. هي اكيد هناك، امال هتروح فين يعني؟ كله بس وهتلاقيها داخله الوقت من الباب ان شاء الله. هو صحيح يا بابا اللي بيموت وهو صغير بيخش الجنه؟ وبيبقى فرحان وسعيد اكتر ما هو عايش. مين اللي قال لك الكلام ده؟ اصل النهارده النصر قالت لنا ان احنا ما نزعلش على اصحابنا اللي ماتوا في حادثه الاتوبيس، وقالت لنا كمان اللي هم هيروحوا الجنه. النهارده يا بابا قالت لنا ان احنا ما نعيطش عليهم عشان هم دلوقتي عايشين وفرحانين اكتر. هو صحيح يا بابا الكلام ده صح ولا النصر بتضحك علينا؟ لا يا حبيبتي كلامها صح. ده انت زميلك الوقت ليهم في الجنة بياكلوا وبيشربوا وبيلعبوا، هتلاقيهم مبسوطين قوي ومرتاحوا من القرف اللي احنا فيه. الله يرحمهم. يعني احنا لو كنا رحنا معاهم كنت هتفرح لنا؟ الف بعد الشر عليك انت واختك. لا الحمد لله انت ما رحتوش معاهم. يلا كلي يلا كلي. عايزه زيت؟ لا لا انا ما بشربش، هو عبد المجيد هو اللي بيشرب بالساعات.
عزيزه، انا كنت عايزه اسالك يعني هما اعتقلوك ليه؟ يعني ايه علاقتك بموضوع المواسير ده؟ انت فاكره يعني ان هما اعتقلوني انا لوحدي؟ الطفل كله كانوا واقفين في الشارع، حتى اللي ولادهم ماتوا. حتى اللي ولادهم ماتوا؟ وسابوهم بعد كده، قالوا اصل هما كانوا في حاله نفسيه مش طبيعيه يعني، فمش مدركين اللي بيعملوه. بس انا بقى بالنسبه لهم سوابق، فقالوا تأنسوا بيا كام شهر كده على اساس ان المتهم مدان حتى اثبت براءته. انا اللي كنت فاكر بقى ان انا لفيت على كل معتقلات مصر وشفتها كلها، طلعت ما شفتش اي حاجه. معتقلات السادات بالنسبه لمعتقلات مبارك دي مصيف يعني، لا كنا بنتعلق ولا بنتكهرب، ما كانش في اهانه من الاخر. انا حاسه يعني انك انت بقيت ساداتي زي عبده كده. انا لا ساداتي ولا ناصري، انا بحب البلد دي مش اللي بيحكمها. طب وجاي عليك بايه بس ده؟ يعني ليه تقف مع ناس انت اساسا ما تعرفهاش؟ انت عارفه العيال دي ماتت ليه؟ لا انا سمعت عندنا في التلفزيون كان احنا بقى عايشين في القرف ده وبنشوفه كل يوم. الشركه اللي كانت عامله الصرف كانت بتعمل الصرف بتاع البيوت على الخطوط الفرعيه مش الخطوط الرئيسيه، فما جاري اتسدت حلوها ازاي بقى؟ فتحوا البلاعات اللي في الشارع من غير ما حتى يحطوا علامه ولا حاجز. العيال تاني يوم الصبح نازلين عشان يعيدوا، وقفوا بلعات ماتوا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. حط نفسك بقى انت مكان الام. لا يا عم مش عايزه احط نفسي، وعلى ايه؟ على ايه ده كله؟ بعد الشر. ما انا عارف انه بعد الشر، بس حط نفسك بقى مكان ام من الامهات اللي فقدت عيالها دول. يا عم انا ولا عايزه احط ولا عايزه افترض. انا 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 طول ما كل واحد بيفكر في نفسه البلد دي مش تاخد خطوه لقدام خالص، وهنفضل محلك سر. انا بس بقول لو نروح السعوديه كده سنه ولا حاجه اهو تاخد نفسك شويه يا عزيز. اخد نفسي ولا تقطع فيها نفسي؟ انا قلت لك الموضوع ده مش هنتكلم فيه تاني خالص، خلصنا. انتوا بصراحه انتوا الاثنين عشيتكم تقطع النفس. انا اسفه. انت بتتكلمي في الموضوع ده قدامها ليه دلوقتي يعني؟ اشمعنى؟ عشان خاطر والنبي ما تزعل، كمل اكلك. لا بحبك يا عزيز. وانا اللي بكرهك يعني؟ يلا تشيرز. يعني مش لاقيين العيش ياكلوه جابوا نبيته بيشربوه، ده انتوا تفرسوا. يا صفية ده؟ أنا جاي تستريح وأنا جاي تشغليه. الله، ما تسيبها تساعدني. لا مش هسيبها. عني لا يا عزيز، يا عزيز يا عزيز سيبها تساعدني. اللهم تطلع تشرب شاي مع مامتك فوق يا عزيز. أنت بتطرقيني يا صفية؟ أه. عشان تنام بقى؟ أيوه. طيب ماشي. ماشي. نمي يا صفية. بس ما تنميش عليا كتير بقى عشان ما اختصش واروح فيها. كانت الشر عليك يا زوزي. هو ابن البليد في المدرسه هو بياخد درس في ايه؟ لا خالص، ده بالعكس، ده هو شاطر جدا، ده لف على الفصل. بس عزيز وداه يروح ياخد درس انجليزي عند واحد مدرس بيدرس في مدرسه خاصه. انجليزي يا صفيه؟ طب وايه المشكله؟ ما انت عارفه المدارس الحكوميه يعني الانجليزي بتاعها زي قلته. عرفنا. وبنتك بتاخد فين؟ بقى لها سنتين. طب الانجليزي ده وفهمناه، اهو الولد ممكن يشتغل في شركه خاصه ينفعه يعني، لكن البيانو ده لازمته ايه؟ يعني انت موهوبه جدا، مش يمكن تطلع عازفه مشهوره ولا حاجه؟ انا كان قصدي يعني المصاريف دي توفريها، يعني تجيبي لك ثلاجه، بوتاجاز، تبيضي، تجيبي شغاله، اي حاجه، اي حاجه يا صفيه. بوتاجاز ايه يا زي؟ هو البوتاجاز هينفع العيال لما يكبروا؟ هي المزيكا يعني هي اللي هتنفعهم؟ انا مش عارفه، ساعات كده بحس انك انت مش عايشه معانا في الدنيا. لا عايشه معاكي في الدنيا، بس انا عندي امل بقى انها تتغير. بقول لك ايه، الفراخ دي تبقي تاكليها بكره. طب حطيها في الثلاجه. ماشي استني بس. يا نهار اسوح، ده ولا الحمامات العمومي. الحمد لله، الحمد لله ان عبده ما جاش معايا، ده لو كان شاف الحمام ده عمره ما كان هيخليني اجدد الحمام بتاعي.
والدتي، أجددني أنا إزاي بقى؟ والله ما كان ليه لزوم يا صفية، كنت نمت أنا على الكنبة بدل ما عزيز يطلع فوق. كنبة إيه يا بنتي اللي هتنامي عليها؟ دي تخت أملك وسطك، وبعدين عزيز مامته بتفرح لما بيطلع ينام عندها. وبعدين أنا مش فاهمة، أنتِ على طول سايبة ولادك عند حماتك كده. ما أنتِ شايفة الشقة ضيقة إزاي؟ وبعدين عزيزة قاعد طول الوقت والولاد كبروا يسمعونا ولا حاجة. بتتخانق؟ بتتخانق. نتخانق إيه؟ بقول لك يسمعونا يا زاد. كريمتك. وأنتوا لسه زي ما أنتوا؟ يعني اهو الدنيا لما تلطش معانا ملناش غير بعض، هي دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلنا، اديكي شايفة الحال. أمال أنا ليه مش طايقة عبد المجيد؟ ولا والدنيا ملطشة ولا والدنيا حلوة. تفتكري الموضوع له علاقة بالختان؟ هو ممكن يبقى له علاقة، بس في حاجات تانية ملهاش علاقة غير بالحب. أنتِ لسه بتحبيه ولا بطلتي؟ لا بحبه وما بحبوش. أنا مش طايقاه. هو بيعاملك وحش يا زاد؟ أبداً، بس سلبي كده قاعد يعني، الدنيا لو اتشالت أو اتحطت هو قاعد كده زي ما هو قاعد. احمدي ربنا ان هو لا بيهينك ولا بيضربك يا زيد زي ما رجاله كتير بيعملوا في الستات. وبعدين عبد المجيد راجل دغري، لا بصباص ولا سكري ولا لا بيشرب، بيشرب بير وبيشرب سجاير كمان. يا شيخه بطلي بقى، ده انت مفتريه. يعني هو بيرجع متطوح كل يوم؟ ده انا من ساعه لما انتوا اتجوزتوا حاسه ان عبد المجيد ده عامل زي العيل الصغير ماسك في ديلك. ما انا فعلا انا حاسه ان انا مخلفه تلات عيال. طبعا اوف كورس، اه مخلفه تلات عيال. مش عايز يساعدني في اي حاجه يا صفيه، ده انا عماله اقول له تعالى ننقل الولاد مدرسه خاصه برده التعليم يفرق، او تعالى اطلع السعوديه اشتغل هناك تجيب لنا شويه فلوس، برضو مش عايز. انا عايزه اتطلق. اتطلق زيد؟ في حد تاني في حياتك تاني؟ ايه بقولك عايزه اتطلق. اللي تتجوز مره تتجوز اتنين. انا رايي بصراحه ان انت لازم تشوفي حسناته زي ما بتشوفي عيوبه. انت حالك احسن من حال ناس كتير يا زيد. الله، انا فعلا انا عارفه، انا عارفه حالي فعلا من ناس كتير. انا بتبطر على النعمه اللي عندي. بقولك نامي بقى، نامي. طب يلا تصبحي على خير. ما كانش هينفع تيجي اسكندريه من غير ما تعملي تمشيه البحر دي يا زيد. ايام ما كنت في الجامعه كنت لازم اجي اسكندريه مره في الاسبوع على الاقل، حتى لو ما زرتش اهلي. اخد تمشيه الكورنيش وارد في نفس اليوم، هو ده الاكسجين اللي بقى عايشني. من غير اموت يا صفية، بذمتك انت تقدر تعيشي بره مصر؟ لا يا عزيز، انا وصفية بقى زي السمك في البحر ده، لو خرجنا منه نموت حتى لو كان مليان مجاري. ادي قلتها، البحر ما بقاش البحر بتاع زمان اللي احنا نعرفه، بقى كله مجاري. الذنب مش ذنب البحر يا زيد، الذنب ذنب اللي خلى المجاري تدفح فيها، وذنب اللي شايف وساكت. اهو عزيز واللي زيه بقى، لا عايزين يسكتوا ولا عايزين يهربوا. وانت بقى كنت عايزين اسكت واهرب؟ كنت عايز السمكه تموت؟ لا يا سمك، يلا بقى عشان ما نتاخرش على عصام. عندي بيلا اللي انت بتحبيها وملوخيه. ادخلوا شوفوا من جوه. تيتا ما شفتيش ماما؟ جوه ماما يا ماما. ماما فين يا عبده؟ في ايه؟ هي ذات ما عدتش عليكي؟ هي مش طالعه معاك دلوقتي؟ خلي بالك من العيال. عبده، هو انت سايب لي فار يلعب في عبي وتقولي خلي بالك من البنات وماشي كده؟ يا ست وطي صورتك، بلاش فضايح. بنتي فين؟ سابت البيت ومشيت. سابت لك البيت؟ عملت فيها ايه؟ هعمل فيها ايه؟ ما عملتش اي حاجه، خلافات بسيطه من اللي بتحصل في اي بيت. وهي الخلافات البسيطه بتخلي الست تسيب بيتها؟ اتخانقنا مع بعض، صحيت من النوم ما لقيتهاش، رحت على الشغل ما لقيتهاش، قلت اكيد جت هنا، جيت ما لقيتهاش. طب هي ما جاتليش وما رجعتلكش؟ لا ما رجعتش. بالذمه انت راجل؟ انت انت راجل؟ انت مش عارف مراتك بايته فين وجاي تتكلم معايا؟ انا انت ايه؟
انت ايه يا راجل انت؟ جالك نوم ازاي ومراتك مش في حضنك؟ افرض جالها مصيبه يا ماما. بلا ماما بلا بابا ما اشوفش وشك يا عبدو غروب. انت في ايديك. طيب بنتي راحت فين؟ يا ست بخير ان شاء الله، بس خلي بالك وراش ضمني انها بخير. ان شاء الله بخير، خلي بالك من البنتين. ما تخافش على بناتك، بس شوف لي بنتي انا فين. رجاله ايه دي؟ الحمد لله على السلامه. وحشتيني قوي يا صفصف والله. وانت كمان يا شعلونة. شعلونة انت لسه لسانك طويل. اوروبا بتاعتك دي ما علمتكش حاجه؟ لا اتعلمت يا اختي. يا اخي ما تشيل عني حاجه يا اخي. قلت لك مش قادر اشيل. مش قادر. ماشي لينا ماشيين نشوف خير. بالراحه بس على العربيه. ازيك؟ الحمد لله على السلامه. سلم بعدين حط الشنطه. يا عم استنى ما اسلم على الناس يا اخي. ماشي اطلع الشنطه. طيب اعمل اي حاجه. خلص يلا ناخد دي معاك. ماشي. ازيك يا ستي؟ ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انت ما اتغيرتيش من اخر مره شفتك فيها. يا واد يا بكاش، اخر مره شفنا بعض امتى؟ من سنين. استاذه صفيه الشعنونه، خدي احسن نظاره فيهم. ها؟ حاسب بس. ايه يا ابني كنت في فرنسا ولا كنت في بورسعيد؟ بورسعيد. وريني كده يا صفيه. حلوه؟ اه حلوه عليك. حلو يا عزيز؟ حلو. الاستاذ عزيز. قلم جميل جدا، تكتب بيه مذكراتك على مهلك. شكرا يا عم. زائد بقى النضاره دي هديه مني لحضرتك. لا مش عايز نضارات. ليه؟ خلاص بقيت تاجر شنطه؟ اه ماله تاجر الشنطه؟ واحد صاحبي في فرنسا طلعها في دماغي وانا عملت كده على طول. مش احسن ابقى موظف؟ احسن. يبقى انزل بقى ابيعهم في القهاوي. ابيعهم في القهاوي. ابيعهم. راجع من فرنسا عشان تشتغل تاجر شنطه. جوزك ده جاي مني. روح اتفرج على الاخبار. بس يا ولد عيب كده. ايه رايك يا خالد؟ حلو يا حبيبتي. ليش وليه؟ شكرا يا خالد. حبيبي استاذه زيد بقى، بصي انا ما لقيتش افضل من النضاره دي تعبر بها عن اعجابي بحضرتك. يا سلام. طب سيبني اشوفها في المرايه. شوفيها عيني براحتك. بصي اللي انت عايزاه انا موجود معايا زي ما انت عايز. وريني كده. ها وريني كده يا زيد. اهي حلوه. حلوه قوي. حلوه طبعا. امال ايه؟ اصل من زمان ما لبستش نضارات. لا بس زي القمر. ايه ده؟ طب لو كده تعملي دعايه في مصر ازاي؟ انت عارف انا عملت مشروعين كده يعني، بس خفيف كده على القد يعني. في بيان للرئيس محمد حسني مبارك اكد انه لا تهاون مع من يتورط في خيانه الوطن، واعلان حظر التجول في القاهره والجيزه في يا جماعه لاعمال الشغب من بعض قوات الامن المركزي عقب تداول شائعات مغرضه حول مد فتره تجنيد قوات الشرطه، وعلى اثرها اندلعت موجه من اعمال العنف والتخريب. وقامت العناصر المخربة باقتحام سجن ترى وتهريب بعض المساجين. هذا وقد قامت عناصر التخريب بتدمير منشآت سياحية واقتصادية بالهرم والمعادي، وامتد الشغب. يا نهار اسود، دول بيقولوا في الجيزة ممكن تكون في مصر الجديدة واحتمال تكون في مصر. قد قامت عناصر بس هتروحي فين دلوقتي؟ انت مجنونة يا بنت، لازم تطمن على عيالك. ازاي حياتك؟ خليها بس كده 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 كده. يعني العربية دي مش هتطلع مصر النهارده؟ يا ست يعني بالعربية دي النهارده هتطلع مريح مريحة. ما فيش ولا عربية ناوية تطلع مصر النهارده. بس ليه كده يا ريس؟ ليه كده؟ ايه يا شرفت؟ عايزين نطمن عليهم. تمرد النهارده والعساكر طلعوا المعسكرات ودخلوا سرع الهرم ولعوه وولعوا المحلات وكسروا الكبرهات. والله حتى العربيات ما سابت منهم. أنا شايف بعيني. برضه بيقولوا من داخلها والجيب سيطر على الموقف، ولا دي كمان ما شفتهاش يا اخويا. يا عم ده كلام كذب، كانوا كلام تلفزيون. يا عم على رايك، على رايك، ما هتدفع لك بدل الطقطه ايه؟ اهو يا عم فرصه جات لك من السما. عايز حاجه ثانيه؟ اديني بتاع 10. انتوا مستعدين على عربيتي ولا ايه؟ هتولع. شوف لكم عربيه ثانيه. يا عم الحاج الرزق حد كفايه. كفايه مين يا عم الحاج؟ مش طالع يعني مش طالع. ربنا يوقف حالكم يا ربنا يوقف حالكم يا ربنا يوقف حالكم. ما واقف يا اخويا بتشرب عادي يا بنات. يا اسطى هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ خلاص بقى بات النهارده زي ما قال عزيز، وبكره الصبح هنا انت حمام. يلا 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 يلا. خلاص يا زيد، البنات ان شاء الله يكونوا بخير يا رب. يا ستي هتلاقي البنات قاعدين مع باباهم في البيت ولا دريانين، وانت عماله تهري وتنكتي في نفسك على الفاضي. خلاص بقى، احنا بكره ان شاء الله الصبح من نجمة نوصلك مصر بنفسنا. بجد يا عزيز؟ اه طبعا. هنسيبها تروح في الظروف دي لوحدها؟ بصراحه يا جماعه ما بقتش فاهم حاجه. شويه عساكر مش عارفين يسيطروا عليهم، سايبينهم كده عاملين يحرقوا ويكسروا في البلد عادي يعني. انت عارف العساكر دي بيعملوها ازاي؟
من منتهى الذل والمهانة، زي البهايم بالظبط. الخيمة اللي بيقعد فيها ستة يبقى يتو فيها 20، وادي اخرتها. الوحوش اللي هم ربوها اول ما هجمت هجمت عليهم ونهشتهم. خليهم يشربوا بقى، احنا اللي بنشرب في الاخر، مو كله بيطبل على دماغنا احنا. السلبية هي السبب، سلبيتنا هي اللي خلتهم يسوقوا فيها. لو كنا بنعرف نطلب بحقنا من الاول ما كانوش وصلوا اللي هم وصلوا له دلوقتي. والكام واحد اللي بيتكلموا زي استفرادوا بيهم واصطادوهم واحد ورا التاني. هارونا اعتقالات لغايه ما ركبونا المرض. بهدلونا عشان نسكت. وعشان غيرنا كمان يخاف ويسكت. هروح اقعد لوحدي. طب اجي معاكي؟ لا. مش كان نفسك تشوفي عزيز؟ اديكي شفتي، وشفتي صفية. انا مش عايزاهم بكره يروحوا يوصلوني، انا عايزه اسافر لوحدي. عبدو وحشني.